سمير عثمان اتكلمنا معاه، لما اتكلم معاه قال لي ان ال 200 يعني في المبالغ بتاعت الحكام بتاع الممتاز تحديدا مدفوعه اوريدي من اول كل سنه بتدفع. كان في اعتقد مستحقات متاخره من الموسم الحالي ربما او نهايه الموسم اللي فات، لكن هي الازمه مش على المستحقات اللي هي متاخره بشكل مباشر، لا هي المشكله هنطبق اني رايحه. يعني اللائحه القديمه بتقول مثلا ان حكم دوري ممتاز بياخد 3000 جنيه في الماتش. طب اللائحه الجديده بتقول ان هو بياخد 5، فطبعا في فرق لما تيجي تجمع عدد ماتشات. ولكن معين. انا سالت السؤال ده للكابتن سمير قال لي ان هو لا تم تطبيق اللائحه الجديده في كاس مصر، وبالتالي يبقى او في اللي هي التصفيات التمهيديه لكاس مصر. وبالتالي طالما تم تطبيق هذا الموضوع او هذه اللائحه الجديده في التصفيات، وبالتالي يجب ان يتم تطبيقها. طب يبقى هنا في تضارب في الكلام، لان الكابتن جمال غندور هو اصلا سبب الاستقاله بتاعته وبتاعت اللجنه كلها، ان خلي بالك كابتن اسلام في تضامن كبير جدا من الحكام مع الكابتن جمال غندور، يعني مش موقف فردي. طبعا لو كان موقف فردي كان ممكن بقيه اللجنه والحكام يقولوا خلينا احنا بره الموضوع ده، دي خناقه الكابتن جمال هو ياخدها لوحده، احنا مالناش دعوه. لكن احنا فوجئنا ان في في رابطه او في يعني اتفاق ما بين الحكام وبين اللجنه ان هم كلهم ياخدوا نفس الموقف، وبالتالي واضح ان هم بصراحه في وجهه نظري الشخصيه واضح ان هم على حق، ربما تكون غلطتهم. ليه سكتوا كل ده؟ غلطتهم الوحيده بس ان هم طلعوا الامر على السوشيال ميديا. طب ليه سكتوا كل ده؟ يعني اكيد طبعا انت لما بيكون عندك مشكله بتروح تتكلم مع الاداره، فبتقول لك طب معلش الوقت الحالي في ظروف الاسبوع الجاي، فانت اكيد مش من اول خطوه هتيجي تعرض فيها مشكلتك، فانت مطالب انك تاخد الحل ساعه السؤال. ممكن لو اتقال لك معلش اصبر شويه او ادينا مهله لغايه فتره معينه كواليس. لما جه الكابتن جمال بياخد المكافآت او المستحقات بتاعت الحكام لقاها ناقصه، فقال التصريح الشهير بتاعته انا مش هاخد مستحقات الحكام. فالحكام عملوا ايه بقى على السوشيال ميديا؟ خدوا العنوان وحطوه عندهم وقالوا احنا كمان مش هناخد او مش هنقبض الفلوس اللي هتدوها لنا. يعني الامر تحول من موضوع سري زي ما كنت بتكلم كده في الانترو، من الامور السريه طلعت على العلن. اونس ان الموضوع طلع على العلن انت بتجبر طبعا كل الناس انها تتكلم فيه، المشكله بقت قدام الجميع، كل واحد هيدله بدلو. وانس انا في وجهه نظري يعني صاحب السر لو تفوه بيه قدام الناس ادى الحق للناس كلها انها تتكلم. وممكن يبقى ليك، بس لما توصل للحته دي نبقى في مشكله. يعني ممكن النهارده انك بتحول الامر لحرب كلاميه وحرب اقناع، كل واحد يطلع بقى التولز بتاعته. يعني انا وقت بتكلم مع كابتن اسلام في الاستوديو انا وانت بس اللي بنتكلم، فانت بتقول لي يا كريم طيب هنعمل كذا هنظبط كذا، وانا كابتن اسلام اصلا مضغوط انا مزنوق شويه عشان ظروف الحياه وهكذا، فبنمشي مع بعض. لو انا خلصت معاك القعده وطلعت قلت على فكره بقى يا جماعه كابتن اسلام اخل باتفاقه مع كابتن اسلام، طب بص يا كريم بقى نتكلم الحق، انا وانا بتكلم معاك وبتكلم معاك في بعض الوديه في كلامنا، بس بما انك طلعت السر ما بيننا يبقى نتكلم رسمي، حقي وحقك محدش يزعل. ليه؟ لان يبقى في ناس كلها مش انت مش ضامن ان هم كلهم يفهموا معاك. فانا في وجهه نظري غلطه الحكام الوحيده اللي عملوها ان هم طلعوا الازمه على السوشيال ميديا، واي حد يكون عنده اي قضيه واي ازمه فيها كواليس نصيحتي الشخصيه حاول ان انت تنهي دايما امورك في الغرف المغلقه اكتر ما تلجا للسوشيال ميديا او ضغط الناس. طيب كابتن سمير عثمان كان متواجدا كرئيس